نختار أي فيديو عشان نسوي نمسخ ال ونحطه وين فيه. اختار أي فيديو نحتاجه طبعا حق العرض التقديمي، وأنا اخترت هني أي شيء عن education عشان نحطه حق الفيديو التقديمي. ونشوف شلون يطلع معانا هناك في البرنامج. نختار مثلا Education 4 أول فيديو نختاره، أو على طول نسوي النص حق الرابط تحطون شي عليه يطلع. اختار الفيديو هذا الفيديو اللي اخترناه، ننزل تحت وين هني مكتوب شير، نضغط عليها. Yet from this perspective it's clear that schools fail all but a tiny portion. Goodwill and talent is being lost on an راح يطلع لكم هني رابط الفيديو، ضغطوا الكليك يسار عشان تسوي له كوبي او كات اللي هو تختارون انتو، يا كات يا كوبي. نسوي كات بعدين نروح للبرنامج اللي هو الفوكسكي هني. شفتوا هني ويب فيديو، نحط نرجع ننسخ الرابط ما نسخ معنا، نضغط شير كاهو. رايت كليك نسوي كوبي، نروح الفوكس كي، نسوي بيست، نحط اد. اوكي المهم هذه الطريقة، تسوون كوبي حق اللينك تحطونه هني، تسوون اد راح يطلع لكم الفيديو. خل نشوف صوب الموسيقى. هني موسيقى يا ريكوردينج انتو تسجلون، يا انتوا تحطون موسيقى اوريدي موجود الملف عندكم في الكمبيوتر نفسه، تختارون الموسيقى من الفايلات يا الديسكتوب سطح المكتب يا في صوب الداونلود صوب الميوزك اللي هني، او انتوا اوريدي حاطينه وتختارونه ويشتغل عندكم هني انتم منزلينه اوريدي. عندكم هني تشارت، التشارت هما الاشكال الهندسيه، تقدرون تحطون مثلا تحطون هذه التشارت اذا بتسوون لحظه خل نسوي بشريحة ثانية، نشوف هذه الشريحة مثلا نسوي فيها الشارت أو خل نشوف هذا النوع، إن تحطون مثلا نسبة الطلبة اللي مثلا كذي بالمادة المعينة إن نسبتهم أو شطارتهم أو شنو يحتاجون من هالحكي. في أكثر من نوع من الشارتس، تختارون هذا يسمونه فلاش اكتر اتوقع، هو الروز اللي هو الانيميشن تختارون. نروح السلايد الثانية على ما يفتح لنا هذا الصفحة. النت يقول اقتلني. هذا التوزيع يعتبرون مالت البرنامج هو نفسه مالت البروجكتس، انتو تختارونهم. مثلا ابي اختار مدرس مدرسة طالب طالبة I don't know دكتور اي شيء نملة، فنختار هذا نقول الدكتور. كهو اخترنا هذا هو كهو، شوفوا شلون
هذه شلون يتحرك. حلو، تسوي add to path كاهو. مثل ما قلنا تقدرون تعرضونه وتصغرونه تكبرونه، تقدرون تغيرون الحركة اللي هو شلون يطلع، شلون تبونه يطلع في البرنامج، يصعد لفوق، تبونه يعني شلون أقول، يعني تبونه شلون يطلع بالصفحة نفسها. هذا شلون تبونه، سيدة، يمين، يسار، كذي. ليش على هني سامبل؟ مثلا نبي الدكتور يكون قاعد يتكلم، نختار شوفوا كذي تمسحون هذه صورة الجاربج، نختار هذه كاهي نحطها هني. هذي تعالي لحني نضغط عليها نسحبها لفوق كاهي هني. تقدرون تكبرونها وتصغرونها انتم مثل شنو ما تبون. اوكي اوكي زين كاهي سوالي. تقدرون تكتبون داخلها تكست كلام الدكتور شنو قاعد يقول مثلا. هذه يسمونها فريم لايت. عندي صفحة ثانية ترى مثلا هذه اخترتها انتو هذا الشكل. تعال هني خلي بين. اوكي اثبت انزين تحطون على التباث راح يحط كاهو. اوكي هني اذا مثلا عندكم درس علوم دورة الحياة اي شيء شيء متواصل ببعضه كيمياء تحطونه هني داخل الدائرة هذا. عندكم اكثر من شكل مثل ما تشوفون هني هذه الاشكال هني هذه يستخدمونها وايد هم من. هذه علامة سيارة أودي، يعني تبدو تستخدمون أكثر من شيء. تشحن النواة شيء موجودين. خلنا نشوف هني. حلو خلنا نطلع دقيقة في صوب الأمج. خل أعلمكم شغلة، صاب الإيمج مثلاً نطلع الصورة. شوفوا في وايد 242 إيمج صورة من البرنامج نفسه طبعاً 242 بس البرنامج مسويه. تقدرون تأخذون هم من الديسكتوب سطح المكتب اللي عندكم. خلينا نختار مثلا هذه صورة الساعة هذه هي. تقدرون تكبرونها شنئي طبعا تقدرون تضغطون كذي هذي
اوكي هنكسل هذه الشريحة، خلينا نحط هذه الشريحة، نحط داخلها الساعة هني بالنص تبين. بعدين ندخل شوف هذه الأشكال. مثلا إذا كنتوا مدرسة خاصة وفي عندهم يعني طلبة من برا يا سفر أو شيء أجانب وكريسمس كان، تقدرون تسوي لهم تزينون لهم الصفحة علشان مثلا كريسمس أو أي عيد عندهم. هذا شوفوا تزينون فيه مثلا هني، أو الشريحة نفسها تزينونها بكريسمس مثلا كذي، تختارون مثلا هذا سانتا مع غزلان. سنت وايد اسمه كاه وين راح وراح ايوه زينوا لهم اياه حق الطلب الاجانب من شجرة كريسمس. هذه الاشياء تقدرون تزينون فيها السلايدات اللي عندكم، تحطون مثلا هذه هني كذي. وفي 25 صفحة فيها أشكال من هذه الأشكال الموجودة هني. ثيم هني تختار لحظة مثلا خندش تختارون كاهو الثيم انه يكون كذي، شايفين تختارونه. شوفوا زوي تحت مثلا اختاروا هذا الثيم، شوفوا قاعد تشوفون السهم هني والاشكال شلون قاعد تتغير، وين راحت والاشكال شلون قاعد تتغير على الثيم اللي قاعد نختاره. هني تقدرون تغيرون الوان السهم، هذا الثيم حق شو اسمه اللي اخترته. هنا عندكم هم جداول او عمدة او صفوف تستخدمونها، تقدرون تحطون تسوون اتاتشمنت حق لينك. مثلا اذا بتسوون تضغطون على اللينك كذي تحطون اد لينك، مثلا تحطون لينك على وين هني تحطون لينك عشان تضغطون عليه وعلى طول وين وعلى طول يوديكم الصفحة يتبونها اللي هي صفحة اللينك نفسها. تحطون اللينك اللي تبونه هني، تضغطون عليه بعدين. يعني حط لكم الكونتنت ليت، شوفوا من 1 ل 17 انتو تختارون. خلينا نقول هني مثلا تختار هذه الشريحة، خلينا نحط هذا مثلا هو اوريدي ليت حاطين فيه معلومات وصور مثل ما راح نشوف حاليا. على ما يسوي لودينج، على ما يسوي داونلود حق اللي اخترناه.